بالحديث عن العامل المصري والجالية المصرية في الأردن، يمكن حابين نعرف أكتر المجالات اللي ممكن تكون موجود فيها أو بيشتغلها العامل المصري في الأردن، وكمان المجالات اللي حضراتكم بتحبوا تستقطبوا فيها العامل المصري تحديداً. هي مجالات كثيرة تتعلق بالإنشاءات، تتعلق بالزراعة، وأيضاً بالخدمات. أيضاً العامل المصري وجوده في المملكة الأردنية الهاشمية قديم، قديم جداً، وتشكلت أيضاً علاقة بين الأردني والمصري، علاقة ثقة، وهم يعني يحظون برعاية، وهم يعني دائماً يمثلوا مصر خير تمثيل بالواقع، ويبلغ عددهم كما ذكرت حوالي مليون، مليون مصري يقيمون على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ونعتبرهم جزء لا يتجزأ منه.